من خان يونس جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا يوسف أبو كويك. يوسف، قبل قليل كنا نتابع بعض الأنباء العاجلة المرتبطة بوصول عدد من جثامين الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، حيث تقف أنت في خان يونس أمام هذا المجمع. هل من تفاصيل رشحت عن واقعة استهداف أصابت هؤلاء وأودت بهم شهداء؟ بالفعل، هنا أحمد في مشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، منذ ساعات الصباح حتى اللحظة وصل جثامين ثلاثة حتى قبل أقل من ساعتين وصل ثلاثة غارات كانتها طائرات إسرائيلية مسيرة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها اثنين من الشباب، إضافة إلى غارتين استهدفتا منازل وتجمع للمواطنين، ما أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين من بينهم سيدة ونجليها. هذا فيما يتعلق بالقصف الذي تعرضت له مدينة رفح واستشهاد المواطنين التسعة. أربعة من الجثامين التي وصلت إلى مشفى ناصر انتشلت من المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، وهؤلاء كانوا قد دفنوا في مقبرة جماعية حينما توغل الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، وقد عثر على هذه الجثامين وجاري التعرف على أصحابها. جرى التعرف على أربعة جثامين وصلت إلى مشفى ناصر، والبحث أيضا جار عن هوايا 17 شهيد آخرين، تحاول الطواقم الطبية نقلهم إلى مشفى ناصر في الساعات القادمة من أجل نقلهم أيضا إلى المقابر المخصصة لدفن الشهداء. هذا فيما يتعلق بالجثامين التي جرى انتشالها واستشهاد المواطنين التسعة. أما فيما يتعلق بالوضع الميداني في رفح، ففي منطقة تل السلطان والحي السعودي، هذه المناطق هي مناطق واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى استهداف كل من يحاول العودة إلى هناك، لذا ما زالت هي مناطق قتال خطيرة حسب التصنيف الإسرائيلي، ولا يزال الجيش يتمركز على عند التخوم الجنوبية للحيين السعودي والسلطان. كذلك طائرات الاستطلاع وكواد كابتر تستهدف كل من يحاول العودة إلى هذه المناطق. آليات الاحتلال ما زالت في منطقة سوق الحلال في المنطقة الجنوبية من مدينة رفح، وهي أيضا تعيد انتشارها في محيط دوار العودة، تتمركز قليلا ثم تعود أدراجها باتجاه بوابة صلاح الدين، وكذلك في منطقة تل زعرب والتحرك باتجاه هذه المناطق الجنوبية من المدينة. لذلك لا تزال مدينة رفح العودة إليها خطيرة. في المحافظة الوسطى دوت أصوات الانفجارات في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، ومعظمها ناجم عن إطلاق المدفعية المتمركزة شرق مخيم البريج، عددا من قذائفها صوب منطقة المغراقة ومنطقة الزهرة في الشمال الغربي لمخيم النصيرات. في مدينة غزة وتحديدا استمرار العملية البرية في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من المدينة، أحياء تل الهوى، منطقة الصناعة والجامعات، والقصف أيضا يطال حي الرمال وسط المدينة، وما زال الدفاع المدني الفلسطيني يشير إلى وجود قرابة 30 شهيد ملقون على قارعة الطريق في المنطقة الواصلة ما بين شارع الجامعات حتى مفترق الطيران شرق هذه المنطقة، وما زال الوصول إليها محظور بسبب تواجد الآليات الإسرائيلية وانتشار القناصة وعدم التنسيق من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل دخول سيارات الإسعاف أو حتى طواقم الدفاع المدني. الجديد أيضا اليوم في مدينة غزة هو إعادة العمل في مشفى الخدمة العامة ومشفى الأهلي المعمداني بعدما تعطلت هذه المشافي بعد التحذير الإسرائيلي ومطالبة الناس بالنزوح نحو المنطقة الغربية من مدينة غزة. يوسف، فيما يخص المناطق الشمالية وفي محافظة غزة كذلك، وتحديدا الحديث عن حي الشجاعية بعدما مكثت قوات الاحتلال من جديد فيه نحو 13 إلى 15 يوما، هناك شهادات من السكان الذين أرادوا العودة من جديد إلى حي الشجاعية، قالوا أن الحي تقريبا انتهى بالكامل ودمر بصورة تصل إلى وصف التدمير الكلي، ولم يعد هناك مربعات سكنية بأكملها. هل من شهادات يمكن أن تنقل الصورة بشكل أكثر وضوحا فيما يخص حي الشجاعية؟ أولا أحمد، لابد من التذكير بأن حي الشجاعية تعرض إلى عملية برية استمرت أسابيع
قبل عدة أشهر ودمر الاحتلال الإسرائيلي معظم حي الشجاعية بمناطقه المختلفة، جديدة والتركمان والشعف وهذه المناطق، حتى أن جيش الاحتلال في تلك المرحلة بث عدة مشاهد لجنوده. يوسف أنا أعتذر منك، سأعود إليك لإكمال هذه النقطة، لكننا فقط نشير إلى هذا العاجل كما يعرض له الزملاء الآن نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن تحقيقا نشر لجيش الاحتلال أفاد بأن دبابة قصفت منزلا في كيبوتس بائيري في 7 أكتوبر بذريعة وجود مسلحين مع أسرى، وتسببت وفق هذا التحقيق في مقتل 13 مستوطنا إسرائيليا بقذيفة الدبابة الإسرائيلية. هذه مسألة لافتة للغاية، لأن هذا ليس التحقيق الأول الذي يشار فيه إلى ضلوع قوات الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية في استهداف الإسرائيليين، سواء كانوا الذين جرى استهدافهم من جانب المروحيات الأباتشي كما نشر ذلك من خلال تحقيق نشرته أرتس نقلا عن الشرطة الإسرائيلية في رعيم، في حفل رعيم الذي قتل فيه عدد من الإسرائيليين، على ما بدا بعد ذلك أنها كانت برصاص قوات الاحتلال، برصاص مروحية تابعة لجيش الإسرائيلي. الآن تنشر وسائل إعلام إسرائيلية تحقيق منسوب إلى الجيش يقول بأن الدبابة تقدمت إلى كيبوتس بائيري عند النطاق الموازي لقطاع غزة، هذه المستوطنة أو هذا الكيبوتس، جرى استهداف المنزل بقذيفة لدبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على زعم وجود مسلحين تابعين لفصائل المقاومة الفلسطينية. أطلقت القذيفة على المنزل فتسببت وفق هذا التحقيق إلى مقتل 13 إسرائيليا. هذه إشارة لافتة. أعود من جديد إلى يوسف أبو كويت. يوسف أعتذر منك على المقاطعة، لكن كانت هذه إشارة ضرورية، أنت كنت تشير إلى الشهادات والإفادات الواردة من حي الشجاعية وما جرى فيه. كنا نقول أن حي الشجاعية دمر في مرات سابقة، وأن من عادوا إلى حي الشجاعية هم حاولوا ترميم بعض المنازل التي لم تعد بالأساس صالحة للحياة، لكن العملية الأخيرة التي استمرت لأسبوعين دمر فيها الاحتلال ما تبقى من هذه المباني، وحتى لو كان للمنزل تبقى فيه غرفة هذا التوغل دمر هذه الغرفة، هو دمر مربعات سكنية بأكملها، أعاد مرة أخرى تجريف البنى التحتية المدمرة أصلا، لذلك لم تعد منطقة الشجاعية صالحة للحياة، لكن كثير من المواطنين يؤكدون أنهم سيعودون إلى الحي، وبالفعل بدأوا منذ مساء أمس بالعودة إلى شوارع الشجاعية، وقالوا سنقيم الخيام على ركام منازلنا ولن نغادر هذه المنطقة الشرقية من مدينة غزة، لذلك الدمار واسع والبنى التحتية لم تعد موجودة في منطقة الشجاعية، وهذا هو الأخطر، أن المواطن لم يعد يجد له مكانا حتى يعيد ترميمه للبقاء هناك، لكن تبقى الخيام هي الحلول الضعيفة ربما التي تتوفر الآن للمواطنين. أما فيما يتعلق بالمحافظة الشمالية قبل قليل يعرض الزملاء الآن يوسف ما يؤكد ما تقوله وفقا لهذه اللقطات، تقريبا لم يعد شيء صالح للحياة في حي الشجاعية، هذه اللقطات الحديثة بعد مغادرة قوات الاحتلال لهذا الحي، سوي بالأرض تقريبا، حتى اللقطات التي تبرز عددا من المواطنين من أبناء هذا الحي الراغبين في العودة من جديد للاطمئنان لن يطمئنوا إلا على أطلال تقريبا بعدما دمر الحي وسوي بالأرض. أعود إليك يوسف للانتقال إلى المحافظة الشمالية وما ترصده من هناك. فيما يتعلق بالمحافظة الشمالية، الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل استهدف مجموعة من المواطنين في شارع السكة بمنطقة جباليا، هذا القصف أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح نقل على إثرها إلى مشفى الأندونيسي في الشمال، لكن المعضلة الأخطر اليوم في شمال قطاع غزة بجانب أزمة نقص السلع الأساسية هي نفاد الوقود، هذا يعني توقف محطات تحلية المياه، بمعنى أن شمال قطاع غزة لم يعد فيه مياه صالحة للشرب، لذا اليوم وصلتنا نداءات استغاثة من متبقين في المحافظة الشمالية أن يثار هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام، أن الأزمة لم تعد تقتصر على وفرة الطعام وإنما أيضا لا توجد مياه صالحة للشرب في المحافظة الشمالية مع استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي. يوسف أشكرك شكرا جزيلا على هذه الصورة الوافية لي خارطة القصف والاستهدافات المتتالية وللصورة حتى التي تكفلت أنت بنقلها تبعا لما نقل إليك وما تبعناه حتى من صورة في المحافظة الشمالية أو في غزة وما جرى في حي الشجاعية. سيكون لنا متابعة معك بطبيعة الحال يوسف أبو كويك مراسلنا على الهواء مباشرة من خان يونس من أمام مجمع ناصر الطبي، شكرا جزيلا لك.